ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي، مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ايه الاخبار؟ صاحبت الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما صاحبتك امرت، اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير التلاته اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضه في الطرف الرابع غير التلاته اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ يا باشا هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز امن كل الشبابيك اللي في الدور الارضي اللي هنا دي. تحت امرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا اكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكره الكاميرات مش وحشه. متشكر. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا تحت امرك. باشا. هو في خطر على حياه مدام داليا؟ لا احنا بس شفنا حد في الجنينه افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي فقلنا نامن نفسنا. ماشي يا باشا. تحت امرك يا باشا. ماشي. ارجع يا ابني اعمل السور يا ابني، ارجع عينك مفتحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش. انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه. بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا ما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل؟ ايه الصوت ده؟ مش هقعد. رايحه فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست. مش هينفع. خش جوه. احمد ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبة، لازم أقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمة ولازم أكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوة بتاع بولاق. إيه في إيه؟ يا باشا عايز أقابل الست، مش عايزين يدخلوني. أنت مين وعايز إيه؟ يا باشا في مصيبة، أختها في المستشفى بين الحياة والموت، ولازم تشوفها. والنبي يا مدام، قولي اللي قولي العسلية إن أنا عايز أقابل. إيه ده؟ عسلية؟ عسلية؟ عسلية عايز اقول لك حاجة عسلية، سيبوني اكلم عسلية اقول لها حاجة. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروحي في حتة دلوقتي خالص. لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعالى تعالى. حاضر يا باشا. قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام لما قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر حاضر. اتفضل يا باشا. نفهم بس. اتفضل اتفضل يا باشا. خالص يا فندم دلوقتي عندها صدمه عصبيه، عموما نادتها منوم قوي، لازم بس نستنى شويه على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش اي حاجه جديده؟ لا خالص، كل اللي على لسانها ان اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور شكرا. يلا يا ابني خليك انت. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. انا مش فاهمة بتقولي ايه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا انا مش فاهمة بتتكلمي على ايه خالص. انا جايلك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة انكم عملتوا لي جميلة مش هنساهالك عمري. انا النهاردة خلصت من اكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. انا مش فاهمة تتكلمي على ايه. مش مهم مش مهم تفهمي. انا جاي النهاردة اعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لك في حسابك في البنك، نسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع ايه دول؟ مقابل الشركة.
صدقني انا فعلا كنت عايزه تنزلكم عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقوله لي على اولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي، اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك، لو انت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب بص ما اقولك، انا جاي عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول، عارفه علمتني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني. من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحقي في الميراث. أنا لسه خارجة من عندها حالا، كل حاجة باظت، عرفت إن إحنا أجرنا حد عشان يقتلها، طلعت تعرف؟ معرفش، بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي إحنا عملناه. لا 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 لا، هينساني، أم أوت، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، أنتوا الاتنين قاعدين برا وسايبيني أنا في وش المدفع، وبعدين في الأول في الآخر مش هاخد حاجة من أخويا الله يرحمه. ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها، اوكي؟ يلا باي. ايهاب انت مش متخيل انا ازعجت قد ايه من اللي حصل في توم. الحقيقة أنا معرفتش التفاصيل، أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت، أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. يا هل للدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب، كانت عجباني قوي، وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ، بس جسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما، هوامي رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ يا ماما اهدي بس، قوامي يا ماما، قولي لي عايزة اهدي اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعني كويس؟ زي الفل، سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ انا جوزي ما اسموش عادل، انا جوزي اسمه روي. اجدع فتوه فيكي يا بني، حالي روي. امال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك ايه؟ قلت ما اسموش عادل، يبقى جوز اختي عسليه، بس هي بقى سابته هرب. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد، راشد الباشا بقى ضربه بطاقة. اصل هو قتل الونش لما عليه جوزي دخل السجن، بس انا هصالحه، اصل علي ده، علي ده حبيبي، انا هو بنحب بعض طول العمر، أو النعمة لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه أبدا. اهدي اهدي، أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟
انت تعرفيها؟ اعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامة. حاجة غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار.